لكل شيء تحت السماوات وقت. يعني ايه؟ لما تقول لي المشكلة دي مش راضية تتحل ليه؟ الناس الأشرار دول مش راضيين يخلصوا ليه؟ الظلم ده مش راضي يتشال ليه؟ الناس المتألمين دول مش ربنا مش بيريحهم ليه؟ أقول لك لكل شيء تحت السماوات ليها وقت. هيجي معاد تقول أشكرك يا رب وكتر خيرك طلع المعاد مظبوط لأنك ضابط الكل. ربنا في الأحداث ممكن يحرك ملوك عشان شعبه، يحرك سياسة العالم عشان عياله، والكلام ده افتكروه اليومين دول. ربنا ممكن يحرك ساسة العالم والسياسة كلها اللي يقعدوا يدرسوا فيها ويقروا جرايد ويدخلوا على الفيسبوك ويشتموا في بعض، ويبقى ربنا بيحرك كله ويقول شوف مصلحة عيالي فين، وتبص تلاقي بلاد تقع وبلاد تقوم وبلاد تتلخبط واقتصاد ايه ودولار ايه وياكلوا في بعض. ما هو بقى ضابط الكل، فيقدر يبدل كل المواقع لمجرد انه دي مصلحة ولاده. انا لما اقول الكنيسة تعمر يبقى تعمر، طب والدنيا دي والسياسة والناس اللي ضلنا ضدنا والمؤامرات والمليارات لا لا لا، انا لما اقول تعمر يبقى تعمر، ضابط الكل. يسمح بمؤامرات ويحول المؤامرات الى بركات. ده بص شوف ربنا بيعمل ايه، يعني ايه تتفرج على العجب. ربنا بيحرك الطبيعة بدقة شديدة، يجيب المجاعة في الوقت المناسب لخلاص شعب، يجيب شوية هوا سخن عشان سيونان يتعلم الأدب شوية ويطلب اليقطينة، يهيج البحر عشان التلاميذ يترعبوا شوية ويلعبهم شوية ويثبت إيمانهم، وبعدين يهدي البحر. كل الطبيعة بتتحرك في خطة دقيقة جدا لحساب عياله، لأنه ضابط الكل. مفيش حاجة اسمها مفاجأة حصل ريح، لا، مفاجأة دي عند الناس، عند النوتية، عند بتوع الأرصاد، لكن هي مش مفاجأة عند ربنا. مفيش مفاجآت فجأة مش عارف المطر نزل، لا المطر نزل ده محسوب طبعا. فجأة البحر علي ولا البحر وطي ولا لا، البحر يقف صور وقت اللزوم، لا يعلى ولا يوط. ده مش بس ضابط الكل، ده يدي سلطان على الطبيعة لعياله لولاده. فيجيب واحد زي إليه يقول له ايه تحب نعمل ايه، ايه رأيك يا إليه؟ يقول له بص بقى خاب افترى نقفلها عليهم. حاضر يا حبيبي، شوف انت عاوز ايه. يقول انا قلت كلمة ما فيش مطر. حاضر اللي تقول، ويقفل. وبعدين بقى ايه ليا نسي، قفل الحنفية ونسي. فربنا يجي له بعد 3 سنين ونص يقول له كفاية ليا افتحها عليهم. يعني اول مرة ليا اللي نطق على فكرة، تاني مرة عشان لما يجي يفتح ربنا اللي قال ليا يعني كفاية. لكن هو حسبها باليوم وبالساعة، الفترة اللي هتقف خالص المطر والمية والمجاعة فيها ناس ماتت، بس كله محسوب عشان أخاب يتوب، بس ما بيتوبش، بس في ناس تانية تابت. ضابط الكل حتى أصغر الأمور، ما فيش صدفة بقى. اللي يقول صدفة لا يبقى مش فاهم يعني إيه ضابط الكل. لا، ما فيش أي صدفة بتحصل، حياتنا خالية من الصدف، حياتنا عبارة عن قصة محكومة بدقة عجيبة بتدبير إلهي من أجل خلاصنا. مجرد انك كل مرة تقول الله الآب ضابط الكل تشعر بسعادة. ليه؟ كله مظبوط، مفيش حاجة يا ابني مش مظبوطة ابدا، كله مظبوط قوي واكتر مما تتصور، في المواعيد وفي الحسابات وفي السياسة وفي الجغرافيا وفي المشاكل. حاول تشوف ضابط الكل في اصغر امور يومك وفي اكبر قرارات العالم اللي بتحصل، هتلاقيها هنا وهنا زي بعض، انه بيظبط السياسة والتاريخ وبيظبط اصغر الامور في حياتك الشخصية اللي ما يعرفهاش اللي قريب منك. درب نفسك كمان تصلي بثقة تحت شعار كل الاشياء تعمل معا للخير. يعني ايه؟ ما هو ده يخدم دي، يعني فكرة كل الاشياء تعمل معا للخير هي ذاتها فكرة ضابط الكل، هو بيظبط كل حاجة لخيرك. تعالى بقى ايه صلي عشان دي كتير، يا رب اكشف لي زي كل حاجة بتحصل عشان انا متأكد ان المشاكل خير
ومتأكد أن الأمراض خير، ومتأكد أن الأحزان خير، لأنه أنت ضابط الكل، فما فيش حاجة بتحصل غلط. بس أنا بقى ناقصني إيمان بدي. لو أنت اقتنعت أنه ضابط الكل، هتبتدي تشكر على كل خبر، كل خطوة، كل يعني إيه نسمة هوا، هتبقى عارف أنها محسوبة وأنها إيه يعني مدبرة.